أسعد الله صباحكم أعزائي طلاب الصف السادس، معكم المعلمة روان المصري في درس جديد من دروس العلوم، وهو بعنوان التكاثر لدى الفقاريات. في البداية، من هي الفقاريات؟ فكروا، من هي الفقاريات؟ نعم، إنها كائنات حية، وما الذي يميزها عن غيرها من الكائنات الحية؟ نعم، أنها تمتلك هيكل عظمي وأيضاً تمتلك عمود فقري. إذن الفقاريات هي الكائنات التي تمتلك عمود فقري وهيكل عظمي. إن الفقاريات تصنف ضمن عدة صفوف، وهذه الصفوف تشمل صف الطيور، صف الثدييات، بالإضافة إلى صف الأسماك، وأيضاً صف البرمائيات، وأيضاً الزواحف. إذن تشمل الفقاريات عدة صفوف. تعلمنا في دروس سابقة أن الكائنات الحية جميعها تتكاثر لضمان بقاء أفراد النوع الواحد، وكذلك بالنسبة للفقاريات فهي تتكاثر من أجل المحافظة على الزيادة العددية لأفرادها، إلا أن طرق التكاثر تختلف من كائنات حية إلى أخرى. فبالنسبة للفقاريات، إنها تتكاثر إما بالولادة أو بالبيوض، وبعض الفقاريات تتكاثر بكلا الطريقتين، بالولادة والبيوض. فمن الفقاريات التي تتكاثر بالبيوض الأسماك، وأيضا الطيور، الزواحف والبرمائيات. أما الفقاريات التي تتكاثر بالولادة فهي الثدييات، إضافة إلى بعض أنواع من الأسماك وكالحيتان والدلافين، وأيضا أنواع أخرى من الأسماك. لنجيب معا على هذا السؤال الصغير، أضع إشارة صح أو خطأ مع تصحيح الخطأ الوارد. تتكاثر كل الأسماك بالبيوض، هل هذه العبارة صحيحة؟ هل جميع الأسماك تتكاثر بالبيوض؟ فكروا. أحسنتم، إنها عبارة خاطئة، حيث بعض الأسماك تتكاثر بالبيوض وبعضها الآخر يتكاثر بالولادة. تعرفتم في درس سابق إلى بنية الجهاز التكاثري لدى الإنسان، ولكن هل تعلمون أن الفقاريات تشبه بنية جهازها التكاثري أيضا بنية الجهاز التكاثري لدى الإنسان؟ ولكن ما وجه الشبه بينهما؟ تحدثنا أيضا في درس سابق أن الإنسان يعد من الكائنات منفصلة الجنس، لأنه يحتوي على جهاز تكاثر ذكري وأيضا موجود في كائن، وجهاز تكاثر أنثوي موجود في كائن آخر، وكذلك الفقاريات، فهي تعد من الكائنات منفصلة الجنس، حيث جهاز التكاثر الذكري يوجد لدى كائن وهو الذكر، وجهاز التكاثر الأنثوي يوجد في كائن آخر وهو الأنثى. سوف نتعرف في درسنا لليوم على بنية أجهزة التكاثر لدى صفوف الفقاريات. لنبدأ بالصف الأول وهو صف الأسماك. لاحظوا معي هذه الصورة، توضح لنا الصورة بنية جهاز التكاثر لدى الأنثى، وكذلك بنية جهاز التكاثر لدى الذكر. لاحظوا، جهاز التكاثر لدى الأنثى يتألف من مبيضان وقناتان ناقلتان للبيوض، أما بالنسبة للذكر فهو يتألف من خصيتان وقناتان ناقلتان للنطاف. إذن أقسام جهاز التكاثر لدى الأسماك، جهاز التكاثر الأنثوي يتألف من مبيضان وقناتان ناقلتان للبيوض، أما عند الذكر فيتألف الجهاز من خصيتان وقناتان ناقلتان للنطاف. لننتقل إلى صف آخر وهو صف البرمائيات. لنلاحظ معا خلال هذه الصورة مما يتألف جهاز التكاثر لدى أنثى الضفدع. لاحظوا أنه يتألف كما الأسماك من مبيضان، بالإضافة إلى قناتان ناقلتان للبيوض، إلا أنه يوجد عضو آخر وهو المقدرة. ولكن هل تعلمون ما هي المقدرة؟ هي عضو تصب فيه جميع الأقنية البولية والتناسلية والإطراحية، ونلاحظ وجوده عند بعض صفوف الفقاريات. أما بالنسبة لجهاز التكاثر لدى الذكر فهو يتألف من خصيتان قناتان ناقلتان للنطاف، إضافة إلى وجود المقدرة. إذن
أقسام جهاز التكاثر لدى البرمائيات: أنثى البرمائيات يتألف جهازها التكاثري من مبيضان، قناتان ناقلتان للبيوض إضافة إلى المقذرة. أما جهاز التكاثر الذكري فيتألف من خصيتان، قناتان ناقلتان للنطاف وأيضا المقذرة. بالنسبة للزواحف، لاحظوا معي أنثى الزواحف مما تتألف جهاز التكاثر لديها؟ هل هي تشبه البرمائيات؟ لاحظوا لدينا مبيضان وأيضا قناتان ناقلتان للبيوض إضافة إلى المقذرة. وأيضا بالنسبة للذكر فهو يشبه جهاز التكاثر لدى البرمائيات، فيتألف من خصيتان، قناتان ناقلتان للنطاف وأيضا المقذرة. إذن المقذرة توجد لدى البرمائيات والزواحف. إذن أقسام جهاز التكاثر لدى الزواحف: مبيضان، قناتان ناقلتان للبيوض والمقذرة. إضافة إلى أن جهاز التكاثر الذكري يتألف من خصيتان، قناتان ناقلتان للنطاف وأيضا المقذرة. بالنسبة للطيور، لنلاحظ أنثى الطيور مما يتألف جهازها التكاثري. لاحظوا أنه يوجد لديها مبيض واحد فقط وهو المبيض الأيسر، ويوجد لديها قناة ناقلة للبيوض واحدة فقط إضافة إلى المقذرة. الذكر يتألف جهازه التكاثري من خصيتان، قناتان ناقلتان للنطاف وأيضا المقذرة. إذن الطيور تشترك في عضو المقذرة الذي يوجد لدى البرمائيات والزواحف وكذلك الطيور. ولكن ما سبب وجود فقط المبيض الأيسر فقط لدى أنثى الطيور؟ لماذا لا يوجد مبيضان؟ هل تعلمون السبب؟ نعم أحسنتم، وذلك لتخفيف وزنها تكيفاً مع الطيران. إذن يعود سبب وجود المبيض الأيسر فقط لدى أنثى الطيور لتخفيف وزنها تكيفاً مع الطيران. إذن يتألف جهاز التكاثر لدى الطيور عند الأنثى من مبيض واحد فقط، قناة ناقلة للبيوض إضافة إلى المقذرة. وبالنسبة للذكر الطيور فيتألف جهازه التكاثري من خصيتان، قناتان ناقلتان للنطاف وأيضا المقذرة. لننتقل إلى صف الثدييات. لاحظوا معي أنثى الثدييات مما يتألف جهازها التكاثري. يتألف من مبيضان وأيضا قناتان ناقلتان للبيوض إضافة إلى الرحم كونها تتكاثر بالولادة، وهي تتشابه في ذلك مع الإنسان. أما بالنسبة للذكر فهو يتألف جهازه التكاثري من خصيتان، قناتان ناقلتان للنطاف إضافة إلى الأحليل. إذن أقسام جهاز التكاثر لدى الثدييات: الأنثى يتألف جهازها التكاثري من مبيضان، قناتان ناقلتان للبيوض وأيضا الرحم. أما جهاز التكاثر الذكري فهو يتألف من خصيتان، قناتان ناقلتان للنطاف وأيضا الأحليل. لأطرح عليكم سؤالا بسيطا: ماذا نسمي الصف من الفقاريات الذي يتشابه جهازه التكاثري الذكري والأنثوي مع جهاز التكاثر الذكري والأنثوي لدى الإنسان؟ تذكروا لقد تحدثت قبل قليل عن هذه المعلومة. ما هو أي صف؟ هل صف الطيور أم صف الزواحف أم صف الثدييات؟ نعم أحسنتم، إنه صف الثدييات الذي يتشابه في جهازه التكاثري مع الإنسان. لنجيب معا على هذه الأسئلة ونجري مقارنات بسيطة. المقارنة الأولى: قارن بين جهازي التكاثر الأنثوي لدى كل من الثدييات والأسماك. لنقارن بين جهاز التكاثر الأنثوي لدى كل من الثدييات والأسماك. جهاز التكاثر الأنثوي لدى الثدييات يتألف من مبيضان، قناتان ناقلتان للبيوض إضافة إلى الرحم. أما الأسماك فيتألف جهازها التكاثري من مبيضان، قناتان ناقلتان للبيوض، ونلاحظ غياب كل من المقذرة وأيضا الرحم. لننتقل إلى مقارنة أخرى: قارن بين جهازي التكاثر الذكري لدى كل من الأبقار والأسماك. تصنف الأبقار ضمن أي صف؟ أحسنتم، ضمن صف الثدييات.
جهاز التكاثر الذكري لدى الأبقار فهو يتألف من خصيتان، قناتان ناقلتان للنطاف والأحليل. أما لدى الأسماك فجهاز التكاثر يتألف من خصيتان وقناتان ناقلتان للنطاف. ضع إشارة صح أو خطأ مع تصحيح الخطأ الوارد. يعد الرحم قسماً من أقسام جهاز التكاثر الأنثوي لدى الزواحف. هل الرحم يعد من أقسام جهاز التكاثر الأنثوي لدى الزواحف؟ هل الزواحف التي تتشابه مع الإنسان في جهاز التكاثر الأنثوي؟ ما رأيكم؟ أحسنتم، بالطبع هي إجابة خاطئة، والصحيح أنه الرحم يعد قسماً من أقسام جهاز التكاثر الأنثوي لدى الثدييات. لننتقل إلى عبارة أخرى، يعد الأحليل من أقسام جهاز التكاثر الذكري لدى الثدييات. أحسنتم، إنها عبارة صحيحة. تمتلك أنثى البرمائيات مبيضاً واحداً أيسر. تذكروا، من الذي يمتلك مبيضاً واحداً أيسر فقط؟ أحسنتم، إنها الطيور. إذن العبارة خاطئة، وتمتلك أنثى الطيور مبيضاً واحداً أيسراً. لنختار الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي، ما هو القسم المشترك بين جهاز التكاثر والإطراح لدى البرمائيات؟ ما هو؟ هل القناة الناقلة للبيوض؟ الخصيتان؟ المبيض أم المقدرة؟ تذكروا، لقد تحدثت في بداية الدرس أن هذا العضو يعد عضو تصف فيه كافة الأقنية البولية والتناسلية والإطراحية. من هو؟ المقدرة. أحسنتم، من أقسام جهاز التكاثر الأنثوي لدى الطيور قناتان ناقلتان للبيوض، قناتان ناقلتان للنطاف، قناة ناقلة للبيوض، خصيتان. أحسنتم، إنها القناة الناقلة للبيوض. تعلمنا في درسنا أن الفقاريات هي الكائنات التي تمتلك عمود فقري وهيكل عظمي، إضافة إلى أن الفقاريات تتكاثر إما بالولادة أو بالبيوض، وبعض صفوف الفقاريات كالأسماك يتكاثر أحياناً بالولادة، وبعض الأنواع تتكاثر بالبيوض. كما أن الفقاريات تعد كائنات منفصلة الجنس، وتتشابه بنية الجهاز التكاثري لدى الفقاريات مع بنية الجهاز التكاثري لدى الإنسان. شكراً لحسن متابعتكم، أتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائمين. دمتم سالمين.